يدخل هذا المشروع في إطار مبادرة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2021 بعنوان مرفقة تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر، والتي تهدف إلى المشاركة في التصميم حلول التأمين الشامل وتمويل المخاطر في أكثر من 50 دولة من بينها الجزائر بحلول عام 2025. مشروع التعاون موضوع هذه الورشة، فإنه يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للجانب الجزائري نظراً للأهداف التي يرمي إليها، وهي التعزيز قدرات المتدخلين في المجال التأمين، تدعيم تطوير حلول التأمينية الشاملة، نوعية أو توعية المواطنين بأهمية مهنة التأمين، وكذا دعم مفهوم آليات ملائمة لتمويل الأخطار. ينتظر من هذا المشروع تحقيق أهداف من شأنها زيادة وصول الأشخاص الذين يعيشون في الأوضاع هشة إلى الحلول التأمين الشاملة، زيادة الوصول إلى الحلول التمويل السيادي، ودمج المهارات وصناعة التأمين ضمن الإطار العام لتنمية البلاد. يهدف هذا المشروع إلى تدعيم الأطراف المتدخلة في نشاط التأمين من أجل تكوين تأمين شمولي بالجزائر. نقصد بالتأمين الشمولي هناك حاليا تأمينات كلاسيكية، والهدف من هذا المشروع توسيع هذه التأمينات.